بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وحوي مؤتمركي لباتناد اي مراكز اسكندنافيا ان كسوق مقامين شيرين سنه كان الوقب تيستخلم ودن كسويدن وما انت افراد اغنى دنبيسي وانا محاضرتي افراد اغنى دنبيسي سيدي تمنكي شعبان كنا فر بغل سدح يصدن جولاي سيدي دي لبدا كوني لبيه تمنك عنوان محاضرة وحوي إن الدين عند الله الإسلام لا أكتس واحد دين وكاه دين إسلام كوكلية يو شيخ سعيد راجي جزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى هاي حكير قرآن كيسة، إن الدين عند الله الإسلام. دين تقرأ إلى هاي سبحانه وتعالى أقبل يا أرالي كي هاي ودين إسلامك آيتك نوح كت المامي إنو يري، ومن يبتغي غير الإسلام دينا قفك الدين أن دين إسلامك أن أهين دورتا إيه أما السنة ها عابدو أما السع ها عابدو أما ملائكة ها عابدو أما تشير ها عابدو قفك ملك الدين والدونت أنا هين دينت إسلامك فلن يقبل منه بليلي لقم يلي لقم أنا أقبل يو وحلو الرعي إنت وهو في الآخرة من الخاسرين آخر ما كان لتجانا وحكم مدي هيدت كي هو جاي إيه بلام بلاي إيه بهوفة إيه خسري إلى هاي القرآن كمركم مؤمنين تكم النيسنا يوح وقت المامي إنه إسلام كان النعمة ويهي ووحي لي اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت أيان دينتي نيدين لمي عمر بن الخطاب نين يهودي أويمي نينك يهودي عمر وحكي لعمر آيات كتابك إن كنت الله هدي أنك نقول سودك يا معشر اليهود هدان يهود آنو النهي ما لنت سودك آيات سعيد بان كرد لهين قال ما هي ومحي آيات بويري
قال وحي يري إلهي قرآن كنا وحي كتل مامي وقرآن كنا وحي كتل مامي إنه يري اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت دينتي إدين لما يو إدين بوحيي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدح الرموض أي إلهي تابطي دينتي ما أنت لما يو كو نعمة دينا تمام كذبا قرسيو واللبا رالنا وحن إذن كها إن الدين تقادتان دينت إسلامك عمر بن الخطاب قال والله بويري ما رنت سودك توان قرنيا وحقك سودك توان قرنيا والنبي يقول هل كتوك وان قرنيا وحي سودك تبويري يوم جمعة نبي يقول عرفة شوك وأور كيس فوش ما يسودك تبويري نبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وحي أرنشري مركا قفك إله ذا أما كد روح أما وحكت لما الدين أما إله ذا أرن عصبا سكر لي وحي كدن بي آيات ذا وحو ننكاس الشاكتي إنو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاين وياهي ودين تي آيو نوسا وذا قدبين وايبو يري قفك دولة إلهي دولة اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت الدين تي نبان إدين لمايي وقف كل هذا ما يا وصبا هيا أكادية أما هن نقطة مولد أما هن نقطة حبارة للزيارة أما هن نقطة الرمكلة وصبا هيا النبي قال وسمين هدو إلى هذا بول عبد الله بن مسعود قف كاسي وحكت الماء بالنبي محمد إنه النبي محمد إن خاينة وياي وإذا دينتي أو لن أي إله القرآن كت الماء قف كنا وحول لي هي وحبان هي زيادة بل أكادية مرك وحول تلمام النبي محمد الخيامي عبد الله بن مسعود كا أيام مال مال مها كم ذا نينا صاحبي هنا الصحابي هو أبو موسى الأشعري الله يرحمه أيام مساجد صوق على مساجد كيف صوق على يوحو أركيدات أنت إس أورور سدين حلقة حلقة أوفر فردية ونن كبير ويهاي وكل بق أمر يوحي سميان. تتكاسلك حان يرير قرور حبي صو قرور السدين هل كان بي صور لكتين مدبا مركا أورانيا كبر الله مئة مرة إلهي الله أكبر أولها تبغل قور لك حان تبي قاضي ينسيوني الله أكبر الله أكبر الله أكبر مركا بغل كير دميان أيها ذن أرانيا هل لومية وربقول قر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لها مركب بقول كذا ميان أيها ذن أرانيا سبحان الله بقول قر لها نينك الصحابي كها أيوة أرك حالة إن أنا تي حالة أنا أيق الداع علم ألهين ويسكت جي وحوت يقول جا عبد الله بن عبد مسعود أيها الفريستي قفك عالم كان احترام بوليه تقدير بوليه قيمو ليه قولي قال لكم اقرأ على قمصة وصاره حداد أرض آتهاي تويند آداب طالب العلم أدلتي ماذا طالب العلم أدلتي ماذا أرض قيمه وغار فريسي قولي وحكى سبحان عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن إني رأيت شيئا قد أنكرته وحن أركي وحيا أبا أنكبودي أيان أرك قال ما هو محاد أركت قال رأيت قوما يفعلون كذا وكذا تطبرك السيدة يساء السمينية قال ما يظنون أنهم فاعلون ترى محيه سوها يسان إني السمينية قال يا أبو عبد الرحمن إنهم يعدون حسناتهم وحي ترسنيا حسنات دولة حسناتك شقيسين أي ترسنيا ودي بقول قربو يقول الله أكبر بقول قربو يقول سبحان الله بقول قربو لا إله إلا الله مركبو قرنيا ما أنت أنت صو قربا عبادة يستي قال أولا قلت لهم حدو قرن ويلي عدوا سيئاتكم فوالله الذي لا إله إلا هو أني إني ضامن لهم حسناتهم ما تكت رهدي إني سيئاتك ترصدان والله أنا أغضى ما نتقاضي إن حسناتك إلهي كلمين إنيني
masaajidkii buu markaa waxaa galay cabdullaahi ibni mascuud baa galay, intuu wejiga mara kusoo duuduubtay cumaamadii ayuu wejiga kusoo qariyey talasum, waa dhex fadhiistay raggii. Raggii buu arkoy allahu akbar boqol goor, laa ilaaha ilaa boqol goor, subxaan allah boqol goor. Faqaala maa antum faaciluun, maxaa samaynaysaa? Khayr baanu samayn yaa abu cabdiraxmaan. Qaala wallaahi ama annakum khayra min muxammadin wa saxba aw faatixuuna baaba dalaala. Laba mid bay noqonaysaa buu wallaahi, laba mid uma soo galaysaan. Kow, ina ka fadli badan tihiin maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii, waayo maxamed sidan muu samayna sallallahu calayhi wasalam, asxaabtina de annakaba asxaabtiyo sidan maanu samaynin. Diidde albaab dalaala oo dadkii lagu lumiyo oo jahannam u jeeda ayaa furteen. Qaaluu yaa aba cabdiraxmaan wallaahi maa aradnaa ilaa khayra, wallaahi waxaanu doonay khayr umaanu doonan damac samayne, shar umaanu jeelin. Qaala kaa min muriidan khayri lam yabluga, war imise qof oo khayr doondoonaya ayaa seegay buu yidhi. Marka ilaahay wuxuu qur-aanku ku sheegay wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum, maantan diintiidiin buuxiyey. Sida ibna mascuud uu yidhi maa lam yakun diinan yawma id falaysa bidiinin, wixii aan maalinta diin hayn maanta diin maaha buu yidhi. Wixii aan maalinta aan diin lagu tilmaamaynin oo nebiga iyo saxaabada aanay diin ku tilmaamin maalinta, maantana diin laguma tilmaamayo. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walladii nafsii biyadihi, waxaan ku dhaaranayaa ilaahayga naftoyda ay gacantiisa ku jirto, laa yasmacu bi axad, qof imaqla min haadihi lumma oo ummaddan ka mida yahuudiyan walaa nasraaniyan thumma yamuutu walam yu'min bi biladii ursilt. Wuxuu yidhi qof imaqla, ha noqda yuhuudi, ha noqda nasraani, ha noqda ciddu doono oo aanay aaminin buu yidhi, ilaa kaana min ahli nnaar, wuxuu ku dambaynayaa inuu ahli nnaar uu yahay. Akhrajahu muslim fii saxiixihi. Nebigu markaa muxuu leeyahay qof imaqla oo aan anigaya aamini, cadaabta ayuu ku dambaynayaa, walciyaadu billaah. Nebiga ilaahay sallallahu calayhi wasalam waxaa loo soo diray jin iyo insi athaqalayn. Wuxuu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam uctiita khamsan, shan baa laysiiyey, lam yuctahunna axadun min qabli, nebi aniga iga horreeyey lama siinin buu yidhi. Shantii muxuu ka tiriyey markaa nebigu sallallahu calayhi wasalam qaal wa kaana annabiyu yubcasu ilaa qowmihi, nebi walba reerkiisa ayaa loo soo diri jiray. Anigan buu yidhi wabucistu ila annaasi caama, dadkoo dhan ayaa laysoo diray, caddaan, madow, soomaali, carab, bakistaan, suudaani, xabashi, dadka anaa laysa wada diray buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam. Ilaahay wuu xaqiijiyey, qur-aanku wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas, dadko dhan baan kuusoo diray daad nebi maxamed aad tahay. Wa uuxiya ilay, marka nebigu ilaahay waxa ku tiraahdaa wa uuxiya ilaya haada alqur'aanu liundirakum bih, waxaa qur-aankan laygu soo dejiyey sidan idiin hanuuniyo oo aan idinka ilaaliyo cadaabta. Marka walaalayaal, waxaa jirta markaa ina diina cinda allaahi alislaam ha noqoto, laakiin dad fara badan ayaa dariiqi islaamka seegay tuu nebigu nebi sallallahu calayhi wasalam dariiqi uu inoo qeexay uu inoo jeediyey. Oo dad baad arkaysaa maanta waxay yihiin, waxay caabidaan naftooda. ilaahayna wuxuu yidhi afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa, warkii hawadiisa iyo shahwadiisa caabiday maaragtay buu ilaahay ku yidhi nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam. Way qofta hadduu naftiisa iyo hawadiisa iyo gariisadiisa iyo farjigiisa iyo caloosha ka dhammaan waayo, de waa qof caabiday shahwadiisa. Afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa, waxay nebigu markaa inoo tilmaamay
إن الدين تا إسلام مركي أي سود دكتي أي هاي الدين متكاملة أورن أو بوحدة لكن في آخر الزمان وحيفر بدنا نسكبت بدليا وما يلعب ضدكو أي كقل عصميا نين لا أورن شري حذيفة بن اليمان ووضن وين وضن قانا صحابي بوها نين كان وحو صحابي وحوها نين كو النبي صلى الله عليه وسلم سرتي سوكو آمين شري سرته سرت النبي وحا هي منافقين تقص صافسن حذيفه بن يمان اسق النبي مركو دنتي بو يلقر حذيفه رغاسي هادي اي دنتان مركن دنتو هكوتو كنينا عمر بن الخطاب مركن محو سمين جيري جنازه او جنازه ولا كينبا او صحابته كميدا هدا وان ولا صحابيو دنتبا وحو ايغي جيري حذيفه بن يمان حذيفة بن اليمان هذو أنتم إنك سدى وآجى وسجدت له عمره وكذا دقائق شري عمره وكذا دقائق شري نينك مركه وحول النبي كانوا إيمي وحول مركه كان الناس يسألون الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير تذكروا النبي محمد أنت وي ما دان أي خير كوري سنشرين مد بن النبي قو إيماني وحول يا رسول الله قل لي في الإسلام كما حديث سفيان بن عبد الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك وفي رواية غيرك إسلام نبي إلهي وحد إتوستا وإيت المامتا كلمة إغفلا وإسلام كسا ميسا وأنا عدا بك وريسن قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وحتى إله بان آمني مركا طريقة كتشوك متكال أورانا يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله ضدك يلهي قتش عليها يانو قفض لي بضن عمل وحلا سمية وقفض لي بضن نبي قوح أورانا يا أحب الأعمال إلى الله أحب الناس إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله أعمل إلهي عمل وقفض لي بضن قال السرور تدخله على مؤمن وعلى مسلم قف مسلم قف فرحيه وأفضل الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس طلتك وحانا أقول نفع بقوة ناكسن كطلتك أقول نفع عد بضن وحانا قلت شيء دمركا صحابة النبي وحو يلي حذيفة بن اليمان نبي قلت انت يمادن بخير كوري سنشرين وأنا وحو يلي وكنت أسأله عن الشر وحي الشرأة أي النبي كوري سنجري مخافة أن يدركني وحن كبر بقي شري كبر وري شري وحن كبر قشان كبر وري شري إن الشركاء والنبي صلى الله عليه وسلم وتلمامه سلام يسوع قارن أي النبي كوري سنجري بويلي فقلت وحن كل النبي الله فقلت نبي الله إن كنا في الجاهلية إن كنا في جاهلية وشر أنت أنا نوع إيمانين قد جاهلين بانو أهين شر وان كل حجر شر بضمن كل حجر فجاءنا الله بهذا الخير خير كان إلهي بانو كاني خير كان إلهي بانو كاني فهل بعد هذا الخير من شر خير كان إلهي نو كاني موحى كدن بي شرمي وكدن بين كرا شر ميو كدن بين كرا قال النعم هابوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلت وحن كوري وهل بعد هذا الشر من خير مركو خير كان شر كدن بيو شر كان خير كلما كدن بين كرا قال نعم وفيه دخن وفيه دخن وحو يلي هايو لكن دخن بكتره قلت وما دخنه دخل نجيس ومرك وامح يعني مدمدوبة كتير أبو يدي إسلام كو يدين سوق قاعدة يا إسلام كو مركو يدين سوق قاعدة مركو حكا هادلا يا النبي كو يكدن بي وحلو مركو إسلام كو يدين سوق قاعدة وضطك وحا سوق قاعدة يا إسلام مدمدوبة كتير قلت وما دخن مدمدوبة كاسي وامح قال قوم يهدون بغير هدي الله بغير هدي ضد طريقيقي مدان أهين راعي يبا إيمان يبو يلي تعرف منهم وتنكر وحنا واتكفها مسوات كقادة نسا وحيابا فربضنا
وديد السابوين قلت مركا وحن كوري فهل بعد ذلك خي الخير من شر خير كان مدمدو كتشرو شرميو كسي الدنبية بل أفر سدا وأفر مرحلة ضوط خير بو النبي كاني شر باك الدنبينية شر كهدنا خير وحكوس مدمدو كتشرا كالدنبينية خير كان مدمدو كتشرا وحكا الدنبينية شر كالي قال نعم شر باك الدنبية بويلي دعاة إلى أبواب جهنم دد الباب دا جهنم تاغنو دد كالا صوغالا جهنم صوغالا عذاب أي إيمان يبول من أجابهم إليها قذفوه فيها قف كدق يستوى حدث كان ويريان وها بوقيان أي وها وها ويريان أي باقيان وحيري وحجليان الباب سي عذاب تجليان قلت يا رسول الله وحن النبي إلى هيو صفهم لنا دد كابن وغورا قال هم من جلدتنا وإنه هرق إيجين بويري ويتكلمون بألسنتنا أف صومالي أما أفكا أجران السان وكهد السنبول يعني أفكا عربية جران السان إسكو أف باتهين ويسكو أرق إيجتهين إسكو أفين كهد لنا قلت فما تأمرني إن أدركني هدي أرتسي سوغاردو محادي وأمرسا قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ضدكم مسلمين تا يا إمام كودة استبتك بويري قلت فإن لم يكن فيهم وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام هدي آني إمامنا لهين جماعتنا آني لهين كورن قال فاعتزل تلك الفرق كلها جماعوي كان تاك تاجن إمدوا البعالا كتاجي ولا ورحقك وصوب بيرة إيضتك هل كان يقول يري أبواب جهنم كفوا قبول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك حتى أقول هذا يرد النقطة إن جد شردي جد قنتي إن قنينتي يعني السكح لها كات جوكتي إلى أنت ملك الموت وكون إيمان اليوم مع حديث كما كان التصيا وحين التصيا ورب إن الدين عند الله الإسلام لكن إسلام كي سحب أها ولا قبيري إسلام كي سحبها ولا قبيري أو طريقية فربضن 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 بينه مر دمر فربضن بحجاب كي خفيفي رك فربضن بصلاة دي كف وقادي حتى مسائل عقدية أساس كي دين تأي قاربضني وذيق يدي كبيرن أي طريق يدي كبيرن نبي قمرك صلى الله عليه وسلم وحيابها أي إنه قد دي محين بحان مركا ولا ليان وحين باهن هاي مركا مركا نلان هاي إن الدين عند الله الإسلام إن نجدك النبي إنو تشيدي أو قرى أينو مره رهب البان هاي إنك ما صارس نبي محويلي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به النسب نك عمل كيسي عمل كيس وشقيستي كنديسي صلاديسي زكديسي أي كنك قارسين ويدي دير هيرو كرده شيء من ريح يبولي نبي صلى الله عليه وسلم هيرو كرده شيء رير هبل بانهاي رير هبل بانهاي دي كندك مقل نسيبولي نبي صلى الله عليه وسلم مركا وحو يلي صلى الله عليه وسلم كفو قادة وآي النسب إهر هبل بان يقلاصا كرده شيء ميشسا كئيمي إنما أنفعيسو محينا أنفعي وحينا أنفعي إن أكرمكم عند الله أتقاكم عرفت بأن نبي قوتهم وحي لهدين نبي محمد أي الناس أكرم ضدك يا أقو فضل بضن قال أتقاهم لله قفك أقو تقوى بضن قالوا ما عن هذا سألناك تاك من وريسن ما دون أن تهدنا ورنتين قال فيوسف مركوا يوسف ابن نبي الله ابن النبي الله ابن خليل الله إبراهيم الكهف ويوسف قالوا ما عن هذا السأل تهان كما الدنيا نقور قال أعن معادن العربي تسألونني ورما اللفت عرفت دي ويدينا سان يعني ما أصل كعرفت دي ويدينا سان يقول ناكسن يقول لقى وناكسن وقف فضلي بضم الليدين قالوا نعم
قال خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا وحاقوا ناكسن خيارهم في الجاهلية خيارهم تذكر مركز الجاهلية ده هاي نقعلا ده هاي تذكر قوة ناكسن وما تنقوا ناكسن هذا الدين تبرتان هذا الدين ت أي برتان مركز قفك محل لقى في ليه إن أنا أروح رهيب البانة هاي حق سان كإيمي وحن قبل كاسان كقرآن هاي ما أنزل الله بها من سلطان نبي محول الدعوها فإنها ممتنة وروى قرنتي وأرس أسكدا يبويري أبو ذر الغفاري أبو ذر يوها وحها من ريدمية أبو ذر الغفاري بنك شركة دقيسة وحن السوها يستي إنه قفك أفراد مسلمي إنه أها وحيري أبو بكر ومن هكو يدين يسأل أبو حر يا أبا ذر وادين عبادة أقو آية أنت أنو إسلامك كسو قارن عدن إله المعابد شرت وحيرها قال نعم وحير السنة كيجا أنت عابد وسبحت أصوك الله أيا هرتاج نانشري أن أتو كنشري إلا أنت على عد يقول فنسان صوحي ما لي والبا طوع عينك ما لي والبا إلا أنت الصوحي عد كله فنسو أي هرتاج نانشري السنة كيجي بولي نينكي بمركا النبي قويم نينكي وحولي محامركا كاك أبو بكر بكولي ومحاك قول عي مركا وحولي سبحبا صوك الله سنة سنة كي أعابده سنة كي مدح قوي أيا نارك ترى سنة كي يبي يكوش بباني حررها أجي وحن أرك أي سي صعبة أي سي صعبة وحن كولي مركا كلب لا يدافع عن نفسه عليه إنسان لا إله لا يدافع عن نفسه إله عن إدفاع كريم وأي كهذا كإله كريم إله معها محاد سما يسبون واحد مركا واحد مغلبو يري نين ما كك صوب حياة نبي يسكت الماما أو نبي يسكت شيء جاي شيء كذي سما مغلب وهاك بندرة ورب أرضا إجا كان بولي إن ور هذا لانك راعي أرضا ور إجا كان إنك وصون نقد ولا الكي كور ربنا كل مركا إنك وحي إنه يأمر بالعدل والإحسان نين كان يوحدك فريا إن السوى نسأل الله رقمه إن تلك الحليليو أيو ضدك نبتك فريا قال فقلت ما أشفيت غليلي وحندوني ينبرك يقول يالي بوقت يقول يالي ما دوينين وحلوان تقل مقالي دي مكان تقل عيتك قران مايو زمزم أكفر يستقولي زمزم أيان أكفر يستقولي عالكي زمزم أيان أكفر يستقولي صبح دي من بيا كعبا ما أنه لك سنشو قابو يلي قلب نمدي أي وحا إي من إطلال يراه ويأركي دينا هينين غريبة عرفتوا حتى ذا مركي غريب كمك قفك دي مرتدة ولا قرطة لا تنهرن غريبا حال غربتي فالدهر ينهره بالذل والمحن مركي وحو يلي ننكي بيقو يلي ألك الدهر من العاوز تحت المحاشطة فقلت له لا فقال هلما إلي إن كان وعروان طبق على قريبه إجاي إلى مو حضل أن الله ما نحضل وانس كفر السنين وانس سح وانس سح سعلني صبح دوام كلهن ما للبات كي سيدي السلك هل كي أنوفر لي أيو إيجيمي ألا كذا ميردك تعاو ما يستمايا هلما إلي إن كان صدح عشو أي شيء كذا عنك هي تقول أبو در ما نصدحات كي أيو إيجيري ورمالي والبهك ما تهاجنت هاي محاد ما قال ذا أتني فقلت له أتكتم عني أخ العرب نك عربي ذو إنادر حتى سرت ذو كوشك ما يدعو شيء قال لا قال جئت إلى هذا الرجل نك ما نؤمي نك محمد إلى هذا أيان أؤمي نك مرك مرتق هذه وحوها علي بن أبي طالب فقال أنا علي بن أبي طالب إنك أنا لك جيني إنك أنا لكن من مركن طريق مرة إنه هديا أركو وحن كعب صدو والنبي قد ضرينا يا وحن سكر لي جيني إنك كبت حرنا يا صعو نبي كوم جين كرانو جين وحول النبي جيب مركا إيه جيني نبي جيب هف فريسة وأبا ذر نبي جيب مركن هف فريسة فقلت له عمت الصباح يا أخ العرب وارنك عربدو صبح وناكسن نبي جيبا انت قصدي أي وحيني إن الله أبدلني
بتحية خير من تحية سلام هذا سلام كوناكسن أي إلهي إسي قال فقلت له وحنقولي وما هي تحيتك سلام هذا وامحي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سانقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبرني عن ما أنت فيه وحنات وركو الرمس إيجور وحول نبي مرك القرآن بي آخري وأنا آمني وأنا آمن فقال النبي مرك وحول يقول لي اذهب إلى قومك تلك هذه أرضتك تتاج دعوة كفيني قلت لا يا رسول الله والله لا أعلن لا أعلنها على رؤوسهم والله أنت قريش أيان كذا واقع يا أبوي قريش أيان دش كذا واقع إن أشهاتي كعبدي بسرت هاجي وحر يا معشر قريش ور قريشي ور صائعة ولا صائعة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول مرك أفر بوتر سنة واحد أطلع وح أشهاته مجارد الشوقة أفر بوتر سنة رجلني مجلس لكن محي جيسي إنه هلك استاجر أشهد أن لا إله إلا الله قريش في ويساق عين ويقرع عينك فرد شلي فرد صباح حدا وحول أنا نفتي بس بحيصه أياني بهلك هكا صباح قال أتقتلون رجل من غفار والموحد دي لسانين غير غفارة والله لا تؤمن لكم غوافلكم لا عندهم بقى وإذن أمان هلية مجرته لا عندهم وإذن أمان هلية مجرته وأي ننكني وحكيني قال هذا غفار غفار روا برعد وتوك وحي حدا حجاج تأيو قفك عمر هذا قصة عضيو كوا وبرعد وح الله لا صبح هبي ولا نوي هردان صبح ولا ما نوي هردان هبي كنا وح صرد عن ضد كرامن كملها مرية أي صرد عن مركا العباس بن عبد المطلب وقرتوح ونكن هداد ديشان دان دمبو آمن يين نقان يا مشرو ويني بكديش ضد وحي يريك ويدايين بيا لغو رشيي ميل با لغي صبح دي لباد ما سوك الله يقول حدنا فلوش برساني كرأي جيس هل كيبا نساق يا معشر القريش هذا وانك شيء لك أرباشي أشهد أن لا إله إلا الله والله يسوك عبو والله يقرأ حدنا نفتي ويقصي بحيس يا دنا وحا صوب حيبو يلي العباس بن عبد المطلب صدح شو كعلي يا شيكا دي صدح شو نبي قمرك وحو أقادي ننكن إنين أضم ضحدك وياهي وده نصيحة النبي قال مو يالينه صدق حشوك صارنا نقد ماشي مركزوك يقول يا أبا ذر كنا قتلك هاجي دين تكون صافي دي مرك ما أي كارت مركز ما قشيت النبي جيبا ونكو بحي النبي جيبا أسلم وحو هاجر المدينة بعدين بعد زمن طويل أي نمكي صارنا نقد مركز النبي جي أي أكان لبر قبيلة غفار وأسلم لبر هير صوم مسلمي لبر قبيل صوم مسلم وأكانه أيضا ماشي لتشوغو أيا إلا ننكني آدابتي إسلام كيو تعالينتي إسلام كيو وحاسو ويطافين نبي قول كفوغا وحايس كل عين بلال بلال هو مؤذن كي نبي صلى الله عليه وسلم نبي بنا بلال وش عليها بلال مركا أبو ذر الغفارنا دي بلال أضن بولو أركا عبد بو أركا أضن كي لوانين مدو شرع أضن هاي أضن مدو وحالك وقصو قاضو وكو قاد قاب بلال باس ندو ديبي نينكي با كار اترد علي ابنت السوداء وار ما ادو غبر مودو كو دشاي ايدي انيغا سوال وخي غوس حدا يغ سويلنا سابو كو جيري بلال ادو غبر مودو كو دشاي ادان نينك حدا يغ سويلنا سا بلال بنت اموسي قال والله لا ارفعنها الى رسول الله شيكاد ميل ادو خن بين مرساي اني اريت النبي كان غارسينيا نبي جيبو غارسيا أبو ذر الغفاري بعد ده بحول نومه يسمى حيولي موكتي ونبي جيبو يمين نبي جيبو وتشجيس عرق عصاضي قال أعيرته بأمي ورني كان واحد كعيره هو يدي ما هو يدي هي كعيره قال يا رسول الله كده النبي يقول عرانا يوم قال يا رسول الله استغفر الله قال إنك امرؤ فيك جاهلية وحكوا كتر جاهلية ما دوك كترته جاهل نمدي إنك مركع إسلام كي وحين كسو قادنا جاهل نمدي والنبي يقولوا كتغا إيه قبيل كإيه قرن كإيه وحاصل لن قدتي أيها دينو أينو الصومالي أينو النهاي أيين ويري دبضا حيسنا ودو حالي ومغلسيونا هبليه سو قرتي أيري
inaan baa lay diiday because inankani qabiilka lagu ka dhashay kheyrkayga kamu dhalanin. Aabahay wuxuu leeyay ninka dadkan isma geeno oo ayaguna waxay degaan xagga inankuna xaggaasaynu degnaa. ilaahayna wuxuu yidhi ina diina cinda allaahi alislaam, diintu waa mid qofku hadduu aaminana de waa qof muslima. inan qofka la meermeeriyaba maaha, gaalada gaalada soomaada gaalada ayaa maanta yani way ka tallaabeen ilaa xad cunsurinimadii way ka dagaalamaan cunsurinimadii. xitaa qaarba jiisus madow bay haystaan, nebi madow ciise madow ayay haystaan. sheeka waa igu dhacday aniga mar anoo Montreal jooga, markaanu Montreal aanu joog dhalinyara mahayn, waxay haydee high schooladii bay ahayd, caruur baanu hay. marka waxaa ii yimi inan yaroo 15 jira oo xabashiya, wuxuu igu yidhi ilaahay ka cabso oo wuxuu arkay de anoo 4 saacadood baan kubadda lugta ciyaari jiray, 4 saacadoodna waxaan ciyaari jiray kubadda gacanta, waa sidaas waa shiftan, inta kalena waan shaqayn jiray samarka, inta kalena iskuulka. wuxuu arkay inuu kubad iyo ciyaaro caabudaya, wax kalena qabanaynin. wuxuu yidhi war orodo tago qola barta ku shiraysay orodo u tag, waa 15 waa idma yarbaha. markaa waxaan ku yidhi what are you talking about, I'm having fun, sakaydaan waan enjoy garanay ciyaarahayga. may wuxuu yidhi orodo soo eeg. waxaan u tegay markaa qolo tabliiqa oo dee intii meel dhan xidheen, meel dhan ayay xidheenoo 15,000 qof baa isku yimi, oo markaasaa dukaan yar bay samaysano cimaamadihii iyo dee khamiiskii aswaaq suuq yar u bixiyeen, suuqa madiina ayay samaysanoo sidii madiina ay u dhiseen, meel yar cajiib ay samaysteen. anigu waan qiirooday markaa, waxaan arkay dasiiradiiba nebiga waan garanayaa, waan qiirooday halkii baan isdhiibay, cumaamad yar baan ku tuuray, midabaan xabad kibsida meesha waan khamiis ro 15 riyal dollar laga siiyana waan xidho intaa leeg, halkan gacmaha jooga jilbahana in yar ka hooseeya. qarar baa markaa aan gaadhay, markii aan soo noqday inaan kubadini waxaan iska daayo aan dacwada fidiyo, anigoo sidiyo cimaamadii xidhan dhowr cisho ka dambeysay ayaa waxaa igu soo baxay dukaan 7-Eleven leedahan ka soo baxay, waxaa igu soo baxay halkaa igaga soo baxay 2 ninoo cadcad oo kuwan timaha dheera intay taatuuga iska buuxiyeen garamo yar xidhan ayaa kaa iga soo socda, way is eegeen, anna waan arkaa inay is eegeen, way soo carreen dhagac orod hadda saanadeo khayr ma dooniyan kuwani maanta. marka waa sii diyaar gaso waan khamiis kuwan sii laabta waxaan sideen, markay sabaaxadii ree hargeysa ayaan u sii diyaariyay, diyaar bay ahayd ayuu caynkii u soo xiimayeen, ayay intay jilbaha dhulka dhigeen ayay dhadeen ilaah baa soo noqday, jesus is back, ilaah baa nebi ciise soo noqday. marka way tukanayaan, ani caynkay igu sujuudayaan, mid baa markaa wuu yara fakra wuxuu yidhi but he's black, waa madow buu yidhi laakiin ninkani nebi ciise uma ekaa ka warrama. kii kala gujiyo yidhi shut up, this is 90s. عطاني مدو ولا كارتك غير كارتك يقول اسكا ام جيسس از باك جيسس باك اي جو سيدي وسجود ان سكيت ماشي اوكي وكن طبق عم حدين جاد اله هي 100 صون نقط ما كان كولي وريده ما هي افريكاني رسول ما بان هي افريكاني كي من صوماليا اورد عيد كلا دونتا ويغا تكن وحو سو قاتي شيكدان ayagii baa qaraar gaadhay inaan maanta jiisus madow iyo cadaan aanan sheekadii maraynin ay tahay waa ilaah, way ka tageen cunsurinimadii. innaki laakiin waman yabtagi kayra alislaami diina, diinta islaamkuna waxa weeye waxayna leedahay ka fogaada. markaa kow inaynu taa aynu qabanno, talabaad aynu doonana idiin sheego, islaamku waman yabtagi kayra alislaami diina waxaa looga jeedaa sistemkeennu ku noollahay, sistemkeennu ku noollahay inaynu bedelno maaha waajib. aynu nidhaahdo kanadan ku noolahay sidii qof kanadian u noolaanaya, ama nidhaahdo waxaan ku noolahay Sweden, markaa behaviorskood ayaan yeelanaya, lama ogola.
islamka waa ixtiraanta oo in ixtiraano oo in kala dambeyna oo diinta islaamka aynu ixtiraana maxaa ugu yar waxa ugu yar mathalan waxa ugu yar kaba soo qaad mathalan khalwada inaad gabar gaala aad meel la joogtid aad xafiis la joogtid aad la shaqaysid keliga ama guri aad guri kula joogtid keliga ta islaamka kama mid aha ha oraday markaa this is okay because wadanka ma caynka nidaamku waa caynka girl boyfriend bay leedahay ana nin baanay xaasa imaad no islaamku wuxuu yidhi no waxaa ka mid a dumarkan la salaamayo raggan la salaamayo waa mamnuuc waman yabtaqi gayra alislaami diina yani sistamkan qof qaata ma odhanaysid waxaan waa okay waa curfi albalad dadkii baa waxaan ku camal falaya laa yajuus wallaahi waxaan aaminsanahay yacni waxyaaba yaro simbal haddii aynu samayno simbal haddaynu samayno inay gaalo fara badan ku ixtiraami lahaayeen markii september 11 waxaan joogay maraykankan joogay marka dhacday marka rag fara badan oo carab ah ayay is urursaday waxay u tegeen marka white housekay tageen marka waxaa la yidhi waxaa idinla kulmaya in Hillary Clinton Hillary so maxay ahayd tii in markaa ayay ahayd Hillary waan maleynaya may Bush baa Bush gabadhii Bush bay la kulmaysaa maxay ahayd magaceedu no tuuqabay ha soo waa gaalada iska daayay xumaleen adugu muslimiintay la kulantay muslimiintii markaa safay istaageen marka waa ayo waa imaamadii waa dadkii ducaadaha magaalada joogay waa wixii safaa la istaagay gabadhii marka idin way soo martay way salaantay mid markaa meesha jooga ayaa gacantiisa soo firin waayay dadka marka meesha maraya waxay doonayaan inay gabadhani dee ixtiraanto oo taqdiir bay ka doonayaan recognition bay ka doonayaan How are you? Nice meeting you. Kii salaami waayey ayay soo hortaagtay hadaba. Hadda waa kii qura salaami waayey. Ayaa yidhi, we don't shake hands with women, buu ku yidhi. Markaasay saynta ku kala wagtay tiri, what about this? Kuwana waayo. Muslimiin maaha? Markaasay inta isagii soo eegtay, ayay tiri, I respect your principles. Waxaan ixtiraamaa principalka aad adigu xambaarsantahay aaminsantay ay daacad ka ah taasaan ixtiraamaa way tiri marka raggii meesha istaxayay ee doonayay inay dee la ixtiraamo oo dee taqdiir la siiyo ciidii ma xaggeeda danka wadhi danka may gelin ninka quray eegtay ay waqti siisay ay la hadashay waa ninkii gacanta ka laabtay waayo isagu islaamkii wuxuu u haystaa diin ahaan uma haysto wax yacni wax iska bilaa macno mara masaajidkan uu muslim ku noqonayo dabadana uu ku noqonayo arrin kale waxaan ku soo gunaanadayaa sheeka yaroo faniyo aniga igu dhacday oo ku saabsan salaanta beri waxaanu joognay magaalada la yidhaahdo waxaan Calgary waa Canada marka waxaa laygu qoray inaan noqdo ninka islamic religious islam islamic studies ka iyo religious affairs ka muslimiinta ku saabsan jaamacadda u hadli kara marka xafiis bay siiyeen dhowr meelood bay geeyeen marka waan israacan marka waxay university of calgary iyo state dhowr meelood bay ahayd marka ninkii meesha dadka wuxuu yidhi okay xafiis baanu ku siinay laakiin waanu kusoo baraadee meelahan cidda joogta hadhow siyaanay odhanin qofkan waacayo marka jazaha allah khayr may allah yani ilayha soo hadiye wii ka kaciyo nin wanaagsan baa runtii waxaan sharad ka dhigay marka waxaan ku yidhi we gonna see a lot of women dumar badan baynu kulmaynaa waxaad ku tiraahdaa sici dadka dumarka ma salaamo marka judha marku soo goornaya hi everybody this is imam sain he's here as a chaplain but he doesn't shake a hands with women dumarka ma salaamo intaas waa muqaddimadii waa judha lay dhiibay inta loo dhiibaya How are you? Nice to having you here. We pleased to have you. What's the gallo you sort of the whiskey? Tea good the red wahai, tea good the no good than basic. Hafiz Banu Galay, a fashion Hafiz Kosur Chede, hey, while I saw Bahai. Hi, everybody. Hi, this is Imam Said.
He doesn't shake hands with women. دمر ما سلامه هيك مد إلهي ابتلائي وهلك هاتشوكته وطاقد أن كأرك يود دمر كان مرك العد ويصاب حدا مريحة لكثاء وكبر على الحرام أي هلك تليفون بكشرته مرد بو أرتسي بحيسو أرتسي دمانس أي كصب حدا حفيز كي ويصاب عرفت هاي بيتري مكسانكول I'm sorry I don't shake hands وحبا ما لبيت ويا قصتي لك ويقول لك تي أنا ومركا جس الله لي جس ودقة كان جرن واي ميان إسكا قبته وإسكا ريحة ميان داية مسكح مركا شاك بانغض ويا ما تفيل المكتي شاك بانغض مركا سانس براس كبر ما يستدوا أكادي هذا سيدا ثابتك ومشكلة ده هل كيف نستاجي سيدي عسكري سيدي غورو هذا هل كيف نتاجي ضد كيف ماشي تشوقي قف حد الله ولا جواي شبت الله ولا جاي وحلقة سوق هذا الحبر دعين سال أوكي مركا ورمه مثلك صدوا عرتي هذا بقى تي كراتري how are you إمام سعيد سيتري He doesn't shake hands. He hugs. مثلاً هو مركا وحنا قلت شيئاً وكسوقنا هذا الشيء كذا وحنا قلت شيئاً ومن يبتغي غير الإسلام هدينا لهنا وين الإسلام هو أي نقطة أي نون نقطة وحنا كل رقنا هذه النقطة الجريعة، هذه النقطة الدبدة، هذه النقطة، ده قال الله ما حد ليه، أو ده لك شو أسوأ شيء دين مايو، وحن أسوأ شيء دين يعني لك شو ده المسلمين أو إشهاد إشهاد دي قرنية، أو ده دين تي قرنية، أو حول بقرنية، لكن وحن نجاي رد إيمان حق معاملة، إسلام كأفكون ما هي، وعمل إيه معاملة، وجزاكم الله خير، سبحانك سبحان رب العزة عما يسمون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.